لكن هذه الأغلبية التي أعطاك إياها الشعب هي أمانة أعطاك إياها الشعب، هي أمانة أعطاك إياها الشعب كي تكون أمينا على أهداف الثورة، كي تكون أمينا على مقاومة الفساد، كي تكون أمينا لأحداث التنمية في الجهاد. لكن عندما لا تكون أمينا لها فللشعب كلمته. لا شرعية تعلو فوق الشرعية الثورية لهذا الشعب، لا شرعية تعلو فوق الكلمة الحرة لهذا الشعب. الشرعية التي أتاحت بالدكتاتور هي الشرعية الثورية وليس الشرعية الانتخابية. نعم سنتمسك بالشرعية الانتخابية إلى آخر وقت، لكن هذه الشرعية أصبحت ضعيفة لأن المصداقية أصبحت ضعيفة. مصداقية هذا الشعب بهذا المجلس الوطني التأسيسي أصبحت ضعيفة وضعيفة جدا. الشعب تقيأ هذا المجلس، هذا المجلس أصبح مدعاة للقرف والإشمئزاز. هذا يا سي مونجي رجاء ما يسالش انك تقوم بسلب زملائك يا سي مونجي، وانا واحد منهم. ما يسالش وشخص شخصيا لا اسمع ان يقذف بناء هكذا. لا مش معقول سي مونجي، سي مونجي انا احتج عليك رسميا. هذا الشعب هذا دور الاعلام، هذا دور الاعلام الفاسد اللي هتك فينا منذ سنه. رجاء ان لن نستبطن هذه الحملات، حملات التشويه هذه، وانا جزء من هذا المجلس. عليكم 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 باستفتاء هذا الشعب. لا لا رجاء سي مونجي خليني نواصل سي مونجي، اما مع احترام زملائك الكل خليني نواصل نحترموا بعضنا سي مونجي. خليني نواصل، أقول ما أريد أن أقوله ولن يمنعني. لا لا باحترام الناس سي مونجي، باحترامنا سيدي لن يمنعني أحد في هذا. لا لا أنا ما زلت ما عندي ما أقول، ما زال ثم ضوابط، ثم ضوابط، عندي برشا باش نقول، ثم آداب نتاع تخاطب سي مونجي. أنا ما زال عندي برشا باش نقول. قول إيش تحب، ما راك خارج على الضوابط وعلى القيم. ثم قيم وثم ضوابط وثم حدود لكل شيء. أنا ما زال عندي برشا باش نقول للشعب هذايا. المجلس هذايا أصبح سوقا للبيع والشراء. لا لا من فضلك، من فضلك. هذا المجلس تباع فيه، هذا المجلس يقع فيه تطميع الناس بالوظائف في الوزارات. ما هوش معقول يا سي مونجي، يا سي مونجي احترام الناس من فضلك، الحد الأدنى من الأخلاقيات ومن آداب التعامل. أنا أسحب منك الكلمة سي مونجي، أنا أسحب منك الكلمة. يا سي محمد خاطب، يا سي محمد يهديك خاطبوا للمكتب المجلس يا عايش، نخاطبوا رئيس الجلسة ما نعملش أحاديث جانبية يا عايش. لا سحبت هالكلمة. لازم رجاء لازم أماكننا يا زملائي.